أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إن فهم سليمان فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا، وبعد. ما زلنا بتوفيق الله عز وجل منه علينا في شرح كتاب إصالي السالك في أصول مذهب إمامنا مالك من تأليف الشيخ العلامة سيدي محمد يحيى بن عمر المختار الولاتي المالكي الأشعري الموريتاني رحمة الله عليه، شارحا فيه منظومة الشيخ العلامة الفقيه سيدي أحمد بن محمد المحجوبي المالكي الأشعري المكنى بأبي كف. وكنا قد وصلنا إلى البيت 13، وهو قوله: ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. يعني هنا الشيخ ذكر في الأبيات الماضية أدلة مذهب مالك، وكان قد ذكر ستة أدلة، ذكر النص من الكتاب والسنة الصحيحة، والظاهر من الكتاب والسنة الصحيحة دليل الثاني، ودليل الثالث دليل الخطاب من الكتاب والسنة الصحيحة، وهذا يسمى مفهوم المخالفة، ودليل الرابع تنبيه الخطاب من القرآن، وتنبيه الخطاب من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل الخامس مفهوم الكتاب والسنة، والدليل السادس التنبيه، إدلة التنبيه من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن بعض الأصوليين يسمي هذه الدلالة دلالة إيماء. إذن في هذه الأبيات 12 التي درسناها معكم قد ذكرنا ستة أدلة من أدلة المالكية، ثم قال: ثمة أي بعدها إجماع أي الدليل السابع، وهو الإجماع. والإجماع في اللغة كما قلنا أجمع بمعنى قصد وعزم، وقد يكون أجمع بمعنى اتفق، هذه كل معاني الإجماع. أما في الإصطلاح فهو اتفاق مجتهدي الأمة أو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر، سواء كان في عصر الصحابة أو لا، وسواء كان متفق عليه حكما شرعيا كحلية النكاح أو لغويا ككون الفائل التعقيب، أو عقليا كحدوث العالم، أو دنيويا كتدبير الجيوش. هذا من حيث الاصطلاح العام. وبعضهم يقول الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام الشرعية أو في مسألة المسائل الشرعي في عصر من العصور، هذا الإجماع. إذن بعد الأدلة السابقة الإمام مالك يأخذ به الإجماع، ولا يعتبر فيه وفاق العوام مع المجتهدين. يعني الإجماع هنا المعتبر به فقط اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين، إذا كان هم يعرفون فيقولون اتفاق إطباق أو اتفاق المجتهدي، أي مجتهدي الأمة، أي من بلغ درجة الاجتهاد، من ملك أدوات الاجتهاد وصح له أن يستنبط بنفسه من القرآن والسنة، ذاك هو المجتهد، هذا المجتهد. نعم. والمراد بالعوام، يقول سيدي محمد يحيى بن عمر المختار، المراد بالعوام من لم يبلغ درجة الاجتهاد، كل من يبلغ درجة الاجتهاد فهو عامي، فيدخل مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب، أي فيعتبر وفاقهم للمجتهدين المطلقين، أي سواء كان المجتهد مجتهدا مطلقا بحيث أنه لا يتقيد بأصل أو بقواعد مذهب معين، أو مجتهد منتسب
أي منتسب، أي أنه يجتهد في إطار قواعد مذهب معين. من اجتهد في قواعد المذهب مالك نقول هذا مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب مالك. إذا اجتهد في قواعد في إطار قواعد المذهب الشافعي نقول هذا مجتهد في المذهب الشافعي، وهكذا. أي ومجتهد المذهب فيعتبر وفاقهم معتبر، يعني سواء كان مجتهد فتوى أو مجتهد مذهب أو مجتهد مطلق، فهؤلاء يسمى إجماع، يدخلوا اتفاقهم، يعني يدخلوا اتفاقهم. لماذا؟ لأن المجتهد في المذهب مع ذلك هو مجتهد، مجتهد أن يبذل الوسع ليصل الحكم الشرعي، لكن في إطار مقلدا فيه قواعد إمام وأئمة الاجتهاد، مقلدا فيه إمام أئمة المجتهد، فيسمى مجتهد مقيد. أو مجتهد فتوى، قد يكون فقيه من الفقهاء لا يجتهد، يجتهد لا في مطلقا ولا في إطار قواعد مذهب معين، ولكنه إذا استفتي يبحث ثم يجيب بحسب ما توصل إليه اجتهاده. هذا ماذا نسميه؟ نسميه مجتهد فتوى، مجتهد فتوى. إذا المجتهد الفتوى يدخل مع المجتهد المقيد مع المجتهد المطلق، نعم المجتهد المطلق، نعم. ولا ينعقد مع مخالفة إمام معتبر، أي الإجماع لا ينعقد إذا خالف إمام خليفة من خلفاء المسلمين معتبر، نعم. قال الشيخ كابن عباس من الصحابة، والزهري من التابعين، وكالأوزاعي من التابعين، يعني إذا كان يعني خالف ابن عباس مثلا كما في مسألة زواج المتعة، فأجمع العلماء على أن زواج المتعة محرم، وإن خالف ابن عباس لأنه خالف إماما معتبر في خلافة عثمان وخلافة عمر وخلافة علي، نعم، من الصحابة، والزهري من التابعين، والأوزاعي من أتباع التابعين، نعم. إذا خالف ابن عباس من الصحابة لا ينقدح به الإجماع، أو خالف الزهري من التابعين لا ينقدح الإجماع، أو خالف الأوزاعي من أتباع التابعين كذلك لا ينقدح الإجماع. ولا بد من مستند من كتاب أو سند أو قياس، لا بد من مستند من كتاب أو سنة أو قياس، يعني يجمعون على أمر أو على حكم شرعي بدليل، إما من صريح الكتاب أو من ظاهره أو من دلالته أو من مفهومه، واضح الصورة، أو من السنة أو قياس، واضح الصورة. ولا يشترط فيه انقراض عصر المجمعين، أي عند المالكية لا يشترط انقراض عصر المجمعين، لو اتفقوا على مسألة على حكم شرعي معين لا يشترط أن ينقرض كل من اتفق على، ولو بقي أحدهم على قيد الحياة وبقي جهدهم على قيد الحياة، المهم اتفقوا، أي أن في المسألة لم يرد مخالف للمجتهدين، نعم. ولا كونهم على عدد المتواتر، لأن العلماء من اشترط هذا، اشترط انقراض عصر المجمعين، لا يشترط ذلك. ولا كونهم على عدد التواتر، كما تعرفون في مسألة المبحث المتواتر كلام طويل عند المحدثين وعند الأصولين، ما هو عدد التواتر؟ هو 4؟ هل هو 5؟ هل هو 7؟ هل هو 10؟ هل هو 12؟ هل هو 70؟ هل هو 20؟ أو 43؟ كلام طويل عند العلماء، لا يشترط فيه أن يكونوا على عدد التواتر، على عدد التواتر. وهو حجة شرعية عند جميع أهل السنة، عند جميع أهل السنة الإجماع حجة شرعية، لقوله تعالى من سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقلنا أن هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في أصول الأصول، ويقال أنه الإمام الشافعي سئل عن دليل الإجماع فسكت، لم يرى فسكت، فبقي 3 أيام عاكف في بيته
حتى توصل إلى هذه الآية من سورة فتح عليهم هذه الآية من سورة النساء، الآية 115 من سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين. قال هذا الذي خالف الإجماع اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث رواه الترمذي وابن أبي شيبة بسند صحيح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، دليل من دليل الإجماع من السنة. وهو على قسمين، نطقي وسكوتي، أو يسمى صريح وسكوتي. الصريح وهو أن يكون اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق من كل واحد منهم، أي أن كل واحد من المجتهدين يصرح بالحكم، يقول هذا جائز، هذا حرام، هذا مكروه، والآخر يقول هذا مكروه، والدليل كذا وكذا، فيجمعون على حكم الكراهة، أو يجمعون على حكم الإباحة، أو يجمعون على حكم التحريم. هذا نقول إجماع تصريحي، أو إجماع صريح، أو إجماع نطقي، ينطق كل واحد من المجتهدين نطق به. سكوتي أي يسكت ولكن لا، لم يرد من يخالف، لم يرد منكر، كان يجري عمل في الأمة فيفتي بعضهم بأنه هذا جائز ويسكت المجتهدون الآخرون، فيسكت المجتهدون الآخرون. هذا الإجماع عندنا نقول أجمعوا على أن هذا الفعل جائز بدليل أنهم سكتوا، اتفقوا بالسكوت، بالسكوت، وهو أن ينطق به بعضهم ويسكت الباقون. لكن العلماء قالوا الحجة النطقي أو الصريح حجته قطعية، والسكوتي حجته ظنية. والنطقي على قسمين، قطعي وظني. القطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر، المشاهد الذي شهد، أجمعوا على صفة معينة ونحن المذهب إلى مكة نشاهد ذلك وتورث الناس ذلك، نقول هذا مشاهد. الإجماع فيه إذن ليس ظنيا وإنما هو قطعي بالتواتر العملي، أو يكون التواتر لفظي بالرواية، تواتروا أن الصحابة أو أن التابعين أجمعوا على هذا الحكم الشرعي. إذن هذا وصوله إلينا، كيف وصل إلينا حكم الإجماع؟ وصل إلينا بطريق التواتر. إذن المتواتر قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. إذن هذا ماذا نسميه؟ إجماع قطعي، إجماع قطعي. نعم. والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح، ورد إلينا فتوى عن التابعين لكن لم ترد إلينا بطريق التواتر، وإنما ورد إلينا بطريق الآحاد، إما أن ترد فيه طريق واحد أو طريقان أو ثلاثة لا أكثر، مشهور يعني ما لن يبلغ حد التواتر، ما لن يبلغ حد التواتر، فنقول هذا الإجماع ظني، ظني لا لكونه صريح، لا لكونه وصول الحكم إلينا وصل بطريق الآحاد، مفهوم لنا؟ يعني الظنية هنا تسربت إلى هذا الإجماع لأن الإجماع نفسه، نقل الإجماع نفسه وصل إلينا بطريق الآحاد، لو وصل إلينا بطريق التواتر لكان قطعيا. الفرق بين القطعي والظني أن القطعي لا يجوز مخالفته، يجوز تخالفه، الظني يجوز لك مخالفته، يجوز لك مخالفته. والظني هنا نقول بخبر الآحاد وهو حجة ظنية، والقطعي حجة قطعية وهو الذي يمنع خرقه، يمنع، لا يجوز لك أن تخالفه، لو خالفته لأصبحت خارقا للإجماع، تفسق، واضح، لإحداث قول زائد ويقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة والقياس ولو الجري، يقدم على من عارضه من الكتاب والسنة والقياس ولو الجري، لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل،
لو واحد يجيب حازم إجماع وقع في الصحابة يجي ويقول له الآية الفلانية، يقول الإجماع مقدم على النص الكتاب، قد يكون النص منسوخ، القرآن يقبل النسخ، قد يكون عنده تأويل، قد يكون خاص، واضح؟ نعم. إذن فالكتاب والسنة يقبل النسخ والتأويل، ولو أتى بقياس نقول القياس يحتمل قيام المعارض، يحتمل قيام المعارض أو فوت شرط من شروطه، أو أن يفوت القياس شرط من شروط القياس الصحيح. والإجماع معصوم من هذا كله، والإجماع معصوم من هذا كله. ولم يخالف حجية الإجماع إلا الروافض، إلا روافض والخوارج والشيعة والنظام من المعتزلة. يعني الإجماع عند أهل السنة والجماعة أصل من أصول الاستنباط، قاعدة من قواعد الاستنباط، وهو حجة عندنا. نعم. وخلاف هؤلاء لغون، لأنهم ليسوا من أهل السنة، خلافهم ليس معتبر عندنا، خلافهم هذا ليس معتبرا عندنا. نعم. ومن جحد حجيته لم يكفر، لكنه ابتدع شنيعة. الذي أنكر حجية الإجماع لا نقول أنه كافر، لا ليس كافرا، ولكنه ابتدع شنيعة، تقول هذا مبتدع فاسق. والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري. ضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف، هو الذي أنكر أمرا معلوما من الضير من الدين بالضرورة، كتحريم الزنا أعاذنا الله منه، أو كإنكار إمامة أبي بكر، أو أنكر أن كونه إماما، هو إمام خليفة راشد، أو أنكر وجوب الصلاة، أو أنكر حرمة السرقة. ماذا نقول؟ هذا كافر، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. والمشهور يكفر جاحده على المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، يكفر جاحده إن كان منصوصا، إن ورد نص به في القرآن وفي السنة، لأن جحده أو جحوده تكذيب للشارع. مثاله تحريم ربا الجاهلية وربا النساء، ربا الفضل وربا النسيئة، لو أنكر وحرما. نعم. وهو موجود في القرآن والسنة. نعم. إذن هذا منكره كافر والعياذ بالله، اللهم إلا إذا كان متأولا، إذا قال هذه الصيغة الموجودة اليوم ليست من الربا، نقول أنه كافر، إذا نقول مجتهد وأخطأ في اجتهاده، واضح. أما النظري، الفرق بين العلم الضروري وعلم النظري، علم الضروري اللي يحتاج إلى إعمال فكر، إعمال نظر، يعرفه الخاص والعام، النظري يحتاج إلى النظر. نعم. فليكفر جاحده اتفاقا، ولو كان منصوصا من في كتابه والسنة، كفساد الحج بالواط قبل الوقوف بعرفة، أجمع العلماء على أن فساد أن الحج فاسد، من جمع زوجته هو محرم قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ويطالب بقضائه، يطالب بقضائه. نعم. الحج قبل الوقوف بعرفة، وكاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلبية، فإن هذين مجمع عليهما، ولكنهما نظريان، نظريان يحتاج إلى إعمال إلى اجتهاد، يحتاجان فيه إلى إلى اجتهاد. إذا هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن، البنت ما عندها النصف لانفرادها وعدم المعصب، المعصب عدم وجود المعصب، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، ودرسنا هذا في الفرائض، تكملة للثلثين. نعم. ثم قال الشيخ وقيس، يعني قال في البيت ثم تإجماع وقيس، أي قياس، يعني أنا من أدلة مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه القياس، القياس الشرعي، نأخذ به القياس
الشرعي، ليس القياس العرفي والقياس اللغوي، وهو لغة التقدير والتسوية. التقدير قست الثوب إذا قدرته، تقول قسته إذا سويته، هذا حيث اللغة. قال الإمام الفهري: والنظر فيه أي في القياس من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه يتشعب الفروع وهو جل العلم. جل الأحكام كلها مخرجة ومقيسة. وحده اصطلاحا، تعريفه في اصطلاح الأصوليين، هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. فخرج بقوله: الحكم الثابت بالكتاب والسنة، خرج بقوله: الحكم الثابت بالكتاب والسنة، فلا يسمى قياسا. ودخل بقوله عند الحامل القياس الفاسد في نفس الأمر، لأنه قبل الظهور فساده معمول به كالصحيح، وأركانه أربعة، أي أركان القياس أربعة: الأصل، وحكم الأصل، والفرع، والعلة، وهو محل الأصل المقيس عليه، وهو محل الحكم المشبه به، كالخمر مثلا. الخمر ثابت في القرآن بأنه حرام، قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الثاني: حكم الأصل. ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو مباح؟ واضح كتحريم الخمر. الثالث: الفرع، وهو محل الحكم المشتبه عليه، هو محل الحكم المشتبه عليه. وإن كان الشيخ هنا الشارح سيدي محمد يحيى بن عمر بن مختار، والتي أتى بمثل آخر، قال: محل الحكم المشبه به كالبر. البر ورد في حديث: البر بالبر لا يجوز أن يتفاضل. حكم الأصل تحريم الربا في البر، لا يجوز لك أن تبدل كيلو ونصف بر يماني مثلا بجوز كيلو بر مغربي، وهكذا لابد أن يتماثل تساوي. الثالث: الفرع، وهو محل الحكم المشبه به، وهو الدخن. الدخن قلنا هذا سمينه هو الشعير، من أرد أنواع الشعير، يسمى البشنة عندنا. نعم، الدخن مثلا في قياسه على البر، الدخن لا نص فيه، هل نقيسه على البر مادام يشبهه؟ لا، يقاس عليه. نعم، يقاس عليه. والرابع: العلة، وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه. المقيس اللي هو الفرع، المقيس هو الأصل، والمقيس عليه هو الفرع. المقيس هنا مش هو البر، المقيس عليه الدخن. الدخن نعم، إن هذا قلنا سمينا هو أرض أنواع الشعير، وهو في الحقيقة لا غطاء، لا غلاف له، يسمى البشنة، يعني يسمى الدرع ويسمى البشنة. هذا الدخن لا دليل عليه، لا دليل عليه صريح. يعني كيف أدرج في البر؟ لأنه قريب منه، الوصف الجامع من المقيس مقيس عليه، كالاقتيات، لأنه مقتات ومدخى. الاقتيات أي يقتات، يتخذ كقوت، ويدخر أنه يخبى، ويخبى ويخرجه الإنسان في في الشدائد. في قياسي، وإذا العلة عندنا علة الربوية في المطعو في الحبوب في غيرها، قال الاقتيات والادخار. الاقتيات كل ما يقتات ويدخر فهو ربوي، وهو مقدم على خبر الواحي عند مالك إذا تعرض معه، لأن الخبر متضمن للحكم فقط،
والقياس متضمن الحكم والحكمة العلة. شوف القياس يقدم على خبر واحد. نعم هو مقدم أي القياس، أعيد هذا، وهو مقدم أي القياس، أي أن القياس مقدم على خبر واحد عند مالك إذا تعارض معه، لأن الخبر، الخبر يعني النص، متضمن للحكم فقط، يتضمن غير الحكم، والقياس متضمن للحكم والحكمة العلة، الحكم والعلة في نفس الوقت، هذا في حكم وعلة وهذا في غير حكم. شوف أدلة الفقهاء مش كما أدلة تاع المحدثين. نعم. ويجري في الكفارة والتقدير والحدود على المشهور، القياس، قياس في الكفارة وقياس في التقدير. نعم. مثاله في الكفارة، قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها بجامع كون كل منهما كفارة، مع أن ربنا عز وجل لم يقل رقبة، قال رقبة، ما قالش تحول رقبة، قال مؤمنة، قسناها على الآية التي ذكر فيها الإيمان. نعم. مثاله في التقدير، قياس أقل الصداق على أقل نصاب السارقة، على أقل نصاب السارقة في جعله، في جعله ربع دينار بجامع كون كل واحد منهما لاستباحة عضوي. قاسوا أقل الصداق، القطع ما يكونش إلا فيه ربع دينار، ورد فيه بعض الأحاديث. نعم القطع ما يكونش إلا فيه بعض ربع دينار، أقل الصداق عن المالكية هو ربع دينار. قالوا علاش؟ قال لأنه كون منهما هذا استباح عضو، ها بكونه أخذ ربع، أكثر من ربع دينار استباح قطع يده، بكونه أعطى أكثر من ربع دينار استحق بضعه، أقل الصدق ربع دينار. باش في القياس، قياس على على قطع اليد. نعم أقل النصاب في قطع اليد. مثاله في الحدود، قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد بجامع الإلاج، مع أنه لم يرد فيه نص من القرآن، يعني فرج في فرج، ومشتهى طبعا محرم شرعا، مشتهى طبعا ومحرم في الشرع. نعم. ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع. انظروا عند المالكية الرخصة لا يقاس عليها، عندنا الرخصة لا يقاس عليها، لا نقول أنه مثلا الوارد المسح على الخف، الخف يكون من الجلد، هل يجوز نمسح على الجورب؟ لا، هذا نص، هذه رخصة، ورخصة لا ليست قابلة للقياس، غير قابلة للقياس. كذلك الأسباب، قال من الأسباب تي ممكن فقدان ما هن قيس عليه شيء، لا الأسباب هذه لا قياس عليها. الشروط كذلك لا والموانع، أي هذه الرخصة والأسباب والشروط والموانع، ما تسمى هذه الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ليست قابلة للقياس، التي تقبل القياس هي الأحكام التكليفية، الواجب والحرام والمباح والمكروه، هذه الأحكام التكليفية هي القابلة للقياس، واضح؟ أما الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والرخصة لا، هذه غير قابلة غير قابلة للقياس. نعم، لأنها موقوفة على ما ورد فيها الشرع، سبب بالشرع، شرط ورد بالشرع، رخصة بالشرع، ما يمكنش نقيس عليها، واضح الصورة. نعم. أما الرخص أنا ذكرت التعليل، فلأنها لا يعقل معناها، رخصة لا يعقل معناها، قد نصل إلى حكمتها، التخفيف والتيسير هذا حكم، لكن ليست علة، العلة هو ما يدور مع الحكم، مع الحكم وجودا وعدما، فإنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل، والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة. الرخصة غالبا تكون مخالفة للدليل، الدليل أنه ورد في الشرع أنه لابد من غسل الرجلين، فإذا بيجي ورد نص بأنه مسح الخفين، مخالفة للدليل الآخر،
إذا كان قسنا على الخوف، إذا فهنا يكثر المخالف، يكثر المخالف. نعم. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أو الشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه، وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقا. الأحكام الشرعية يعني الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب والسنة والمكروه والحرام. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.